الطقس مع زميلة أمينة صحراوي. أهلا بك أمينة. اهلا، صباحك اسعد ايمان، ليك ولكم المشاهدين اللي عم يشوفوا في قناه النهار. كما كتشوفي ايمان، جواء مغشاه يتخص كامل السواحل الوطنيه، فيه امطار مع رعود مرتقبه طيله نهار اليوم بكل من باتنه، بسا، خنشله، ام البواقي، سطيف، حتى بالمناطق الداخليه والهضاب العليا بكل من البيض، النعامه، الجلفه، وكذلك الغواط، تيارت وسعيده. المناطق الجنوبيه ايضا معنيه بتساقط الامطار الرعديه بكل من تمنرس، أدرار، وكذلك إليزي. أمطار هذه إن شاء الله حتكون معتبرة محليا، يعني حتكون قوية محليا. فيما يخص إيمان، الأجواء راهي مغشط حاليا والحالة مغيمة على المناطق الداخلية الهضاب العليا حتى على الجنوب الغربي وصولا إلى شمال الصحراء، مع بعض الأمطار حتخص الجنوب الغربي وكذلك شمال الصحراء، احتمال أنه تكون فيه بعض الرعود وكذلك بعض الأمطار بوسط الصحراء بمنطقة عين صالح. رياح تشتد تحت الرعود خلال الظهيرة بكل من الهضاب العليا، ممكن أنها تؤدي إلى تطاير للرمال بمنطقة الواحات وكذلك بشمال الصحراء. عموما درجة الحرارة في تقارب معدلاتها الفصلية، الملاحظ هو نسبة الرطوبة المرتفعة اليوم بكافة السواحل الوطنية تقارب 95% بالسواحل الشرقية و 90، تقدر تلحق حتى 90 بالسواحل الوسطى وكذلك الغربية، هو اللي يخلي الأجواء ثقيلة وحارة نوعا ما. تراجع طفيف في درجة الحرارة القصوى، أي تشهد المنطقة الداخلية كذلك الهضاب العليا نتيجة النشاط الرعدي. سجلوا مقاييس ما بين 27 إلى 28 درجة بكل من باتنا، باريكا، كذلك البيض ونعمة. تبقى درجة الحرارة مرتفعة نوعا ما بالجنوب خاصة بمنطقة الدرار. إيمان، نعود نقول لك وإلى الأستوديو والأجواء المنعشة. تفضلي إيمان. شكرا جزيلا لك أمينة، الأجواء منعشة عندك التم على شاطئ البحر، بصحتك أمينة.